ما اقدر انام، انا صار لي اسبوع ترى صراحه يعني ما قادر انام، ازعاج اللي طط 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 هاي. ما عندي مشكله انا اذا بلغت على ولدي خمس، وين المشكله؟ فيعني احنا تونا من يومين فقدنا ثلاث شباب في البحرين، وحين سالت الوزير اخذ اجراء عليهم 6 شهور توقيف السياره، من احسن ما يكون اجراء. يعني انا رحت زرت دول مثل اليابان وذي يعتبر جريمه عود عندهم، الضوضاء ذي مزعج لنا، ما نقدر ننام، يسبب لنا الأرق، يجون ورا البيت طبعا منطقتنا مدينة عيسى مستشفى انجينير بالضبط هني، ما اقدر انام، انا صار لي اسبوع ترى صراحه ما قادر انام، الازعاج وين هاي الصوت مو بهالطريقه بعد اللي طط 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 هاي، اقوم من النوم اقوم على الصلاه خلاص ابشر. فاتمنى من اداره المرور ان تاخذ موضوع المخالفات عليه بغرامه عوده عشان يكون لهم درس انه ما يقعدون يتعنون ويون يفرون ويسوون هالاستعراض، لان لا في فايده لنا ولا في فايده لهم. يعني احنا صار لنا الحين 20 سنه على نفس الموضوع، نتصل في المرور الساعه 2:30 الفجر ويون دوريه بعد ما في فايده. اتمنى يركبون كاميرات والمرور يشددون من الساعه 2 في الليل بالضبط يبتدي عندنا الاستعراض. يعني واحد يقول بسم الله بينهم، هم لا، هم يقولون بسم الله احنا مشتغلين. توني يعني على قولتهم ما نشف قبرهم، تونا فاقدين 3 من الشباب يومين اللي هم توفوا في حادث، وحسب ما نشر في الاخبار انه هو كان في سباق. وانا ترى لي لازم في قرارات صارمه على اصدار رخصه السياقه للاعمار، المفروض يكون عمر معين، وهذه الدور مو بس على المرور او وزاره الداخليه، الدور حتى علينا احنا كاهالي، علينا احنا نكون احنا نراقب عيالنا بالتبليغ عنهم. ما عندي مشكله انا اذا بلغت على ولدي خمس، وين المشكله؟ الاهم انه هو مصلحه البلد ونحافظ على شبابنا. يعني البحرين يعني افقدت 3 من الشباب الصغار، يعني توهم ريعان شبابهم. وبالنسبه عن الشباب هذه لازم في اجراء، وحين سالت الوزير اخذ اجراء عليهم 6 شهور توقيف السياره، من احسن ما يكون اجراء. وبالنسبه عن الاستعراضات اللي يسوون الشباب، المفروض توقيف السياره لمده اقل شيء 6 شهور 7 شهور، ولازم تصير توقيف عشان يصير عبره حق الناس، لا اقل شيء توقف اقل شيء اسبوع او شهر، ودون النيابه عشان يوقفون اقل شيء شهر. الشوارع طبعا هي مكان عام مو مكان خاص، المفروض الواحد ما يستعرض فيها عشان ما يعرض حياة الآخرين للخطر وخصوصا كبار السن، وأيضا الشوارع بعض الأحيان يكون فيها للمشاة فتعرض حياة المشاة إلى الموت. يعني لو أنت بتأذي نفسك ما في مشكلة، بس أنت راح تأذي الآخرين، فهاي شيء حرام. يكون المفروض الواحد لو عنده وازع ديني فيتراوى لي سلوك غير حضاري، تعقل بدل من التهور أو المتعة لمدة لحظات أو دقائق، هاي يمكن يخلفها ألم وندم لسنوات إلى إن لم يكن لبقية العمر. فضلاً عن الألم والمشكلات النفسية اللي تعرض لها أهل الأشخاص نفسهم المتوفين والناجين أنفسهم اللي راح يكملون حياتهم بذكرى لا تنسى أو ذكرى مؤلمة. يعني هما في تنظيم في الفورمولا 1 مثلاً في فترات معينة حق مجموعة من الشباب إذا يبون مثلاً يروحون يمشون سياراتهم الخاصة، بس رسالتي حق الشباب إنهم يفكرون شوية، يعني عقب هاي اللحظة هاي شنو بصير. فيعني إحنا تونا من يومين فقدنا 3 شباب في البحرين، وللأسف يعني يمكن حتى تهور شوية، عدم تفكير، عدم رعاية هاي. فأتمنى من الشباب إنهم يعني يحذرون من هاي الشيء الصراحة.